السلام عليكم ورحمة الله. عندنا ايه لكم بخير، حط كده اللايك والاشتراك. بس كده يا ولاد، احنا معنا كده فيديو جديد للبطاطس زي ما انتم شايفين كده. حط لهم هنا يا ولاد ياكلوا هما. حط لهم العيش على المية. العيش ده يا ولاد انا كنت حاطاه في الفرن، راح اتحرق منه وكده، فانا حطيته بليت لهم كده في المية، فميته كده بحالة مال، وهم ايه بيشربوا وياكلوا فيه. شوفوا اللايك كده والاشتراك لام احمد. السلام عليكم حبايبي.